تريب ابن مصريم. اي كلام ده برضو، لان احنا عارفين ان ربنا، لا مش ربنا، يهوى بتاعهم يعني، مش اللي في التوراة برضو، كان حمائي يعني، بيتنرفز وبينسى وبيزودها، وبعدين يرجع يقول انا زودتها قوي ليه كده، لا اعود اهلك الانسان مره اخرى، وبيغير. ده نص كده في سفر التكوين، يمكن الايه ال 12 ولا ال 13، لا 20 مثلا حاجه كده يعني، في الكولون الثاني من طبعه كبيره، انه لما ادم والست اللي معاه اللي خلقها من ضلعه، الحمد لله ان الاسلام ما قالش حكايه خلقها من ضلعه دي، لان ده كان قمه التبجح على الحضاره الانسانيه، الزعم التوراتي بان المراه استلت من الرجل، في حين ان كل الحضارات القديمه كانت تجعل الرجل هو الاتي من المراه. المهم الاله التوراتي عنيف حمائي غيور حانق على الانسان، لانه ادم والمراه التي جعلتها معي، هو ادم بيقول له يعني كانوا من الشجره، فكان الرب يمشي في طرق الجنه فتوارى منه ادم وامراته، فقال له الرب ماذا فعلت؟ فقال المرأة التي جعلتها معي هي التي قالت لي أكل من الشجرة. حتى يعني فقال الرب، خدوا بالكم ده نص ديني اللي أنا بقوله ده، محدش يضحك عليه. أيوة. فقال الرب في نفسه هو ذا الإنسان قد أكل من شجرة المعرفة وصار عارفا كواحد منا، فماذا لو أكل أيضا من شجرة الخلود وصار خالدا. ده الإله التوراتي، وده اللي أنا بدأ به اللاهوت العربي ومتتبع الأزمة دي. المهم يعني إنه يهوه إلهيم اتحمق علشان اليهود اللي في مصر وزعل عشانه، علشان بحسب الرواية التوراتية هم مش كويسين، مع ان الرواية التوراتية نفسها بتقول ان هم اللي ربوا موسى يعني وعلموه كده فقال لموسى الاله التوراتي خلي الجماعة بتوعك يسرقوا أو ياخدوا يستلفوا ذهب وحاجات كده، القصة المشهورة طبعا دي، وإيه واخلعوا انتوا، بس اعملوا لي علامات النهاردة بالليل عشان أعمل لكم كفرينج للانسحاب، أنا هنزل أفعل في مصر أفعال، هقطع نسلهم وهخرب بيوتهم وهموت كل الأبكار حتى أبكار البهايم، بس يعني لو سمحت اعمل لي علامة على بيوت اليهود عشان ايه ما اخدكمش في السكة، علامة في العبر يعني فصح، واحنا في مصر لسه بنحتفل بعيد الفصح، عيد خراب مصر يعني. فالمقريزي في وعيه ما قبل التاريخي مش التاريخي ان في ازمات حصلت، وطبعا وراح بقى ربنا، مش ربنا ربهم،
حط بقى الضفادع خلاها تمت على الناس والكلام اللي شفناه بقى في التمثيليات دي وفي الحاجات اللي هي تقدمت وصاغت وعي معظم الناس بالتاريخ الإسلامي وفجر الإسلام والقصص دي. المهم ليه المقريزي بيقع في هذا المطب؟ أولا لتأثره، هو بشر، وهناك دائما وعي قبلي. الوعي القبلي شيء بيبقى موجود في التكوين العام للشخص، بيخلي مثلا واحد يطلع من معمل الكيمياء يصلي العصر ويخش يكمل تاني، فحد يقول له يا اخي ما فيش، يقول لك معلش حاجه ودي حاجه. سبب تاني ان المقريزي من المؤرخين اللي جم بعد سلسله طويل، احنا عندنا في تاريخ مصر ابن عبد الحكم، ابن زولاق، كتير ناس كتير كتبت، ما كانش فيهم حد بيعرف اللغه المصريه القديمه، علشان كده السيوطي مسكين عمل كتاب رسالة صغيرة كده ومخطوطة برضو تهيألي ما نشرتش، أنا مشفتهاش منشورة يعني، اسمها تحفة الكرام بخبر الأهرام، لحد سنة 1911 على فكرة أهرام الجيزة دي كانت مغطية لسه بالطبقة الحمراء وكان عليها المتون بتاعت الأهرام، هي تسقطت في 200 سنة اللي فاتوا بس، يعني قعدت حوالي 4500 سنة سليمة، وبعدين حالة التلوث بقى مع العصر الصناعة ده وقعها. ليه؟ عشان احنا ما رشناش سبراي عليها اللي هو مثبت ألوان. حد هيقول لي يعني احنا في القرن 19 ما عندناش سبراي يعني، طيب من 10 سنين ولا 15 سنة طلعوا واحد من أجمل التماثيل في تاريخ مصر القديمة، تمثال مارت أمون اللي في أخميم، فالجهابزة بتوع الوزارة نصبوا التمثال في شمس الصعيد من غير ما يحطوا له مثبت ألوان، سقطت الألوان في شهرين، اللي قعدت من الدولة الوسطى من عصر الرعامسة لحد دلوقتي وهي مدفونة موجودة، وراحوا رافعين 14 متر بالقعدة 15 كان في مدخل المعبد ومن غير ما يحطوا له مثبت ألوان، ومع هذا يظل التمثال جميل برضه قوي يعني تكوينه كده. المهم الناس تقول هو التاريخ المصري ليه منقطع؟ منقطع لأنه ما كتبش. في فترة من 415 ميلادية مقتل هيباتي على فكرة، مهما فحصنا وبحثنا وشلنا وحطينا وطلع مش هنلاقي ورقة في العلم، هنلاقي طبعا حاجات تراتيل رهبان وبتاع، ومش هنلاقي كمان لأنه بيكتبوا على مواد رديئة أو فما كنتش بتستنى، كان البردي لحد ما جه الإسلام ومن وحي الحديث دونوا العلم بالكتاب، فبدأت الناس تكتب العلم تاني. الفترة دي وعصر التدوين هو القرن الثاني الهجري مش الأول حتى، يعني معنى كده عندنا قرنين ثلاث قرون هم قبل، والقرن الهجري الأول يبقى فيه 400 سنة. ال 400 سنة دي مفيش نصوص وعلماء بيكملوا، في انقطاع. ليه؟ لأن حد قال لهم احنا مش محتاجين طب، الآيات اللي في الإنجيل بتعالج، ومش محتاجين تاريخ لأنه
التوراة فيها كل التاريخ ومش عايزين هندسة.